السوداني يؤكد الإفلاس خارط مضي الحكومة بالتحضير للانتخابات، والأخيرة تثمن جهود توفير الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي. لجنة تنفيذ طريق التنمية تعقد اجتماعها برئاسة السوداني، وتوجيهات حكومية بإشراك الدول الراغبة بالمشروع وأن تكون المصلحة العليا للعراق. المفوضية تقرر فتح باب تسجيل الكيانات والأحزاب والتحالفات السياسية للمنافسة بانتخابات المحافظات طوال شهر تموز المقبل. للمرة الأولى في الموازنة تخصيص عشرات المليارات لمشاريع الخدمات بعموم المحافظات، بينها مشاريع كبيرة في بغداد والبصرة. النفط تحدد معايير مشددة للشركات الراغبة باستكشاف الغاز لضمان نجاح تجربة تعد الأولى من نوعها في العراق. بتوجيه من وزير الداخلية، تشكيل فريق عمل من المختصين في مكافحة إجرام بغداد لكشف ملابسات اختفاء ووفاة المخرج لؤي فاضل. النزاهة تضبط بطاقات دفع مسبق وهويات تقاعدية استخدمها موظفون ومكتب أهلي في النصب والاحتيال في محافظة الديوانية. كل هذا وأكثر تتابعونه في نشرة الرئيس على رأس الساعة. إلى اللقاء.